بيبي سنة تانية. النهاردة هنتكلم عن شفاء المفلوج. كان في 4 أصحاب سمعوا إنه بابا يسوع موجود في قرية اسمها كفر نحوم، كان موجود فيها علشان بيتكلم مع الناس عن الله اللي بيحبهم ويعلمهم عنه. ال4 أصحاب دول كان ليهم صاحب خامس كان مفلوج. يعني ايه مفلوج؟ يعني مشلول، ما يقدرش يتحرك خالص. صمموا ان هما هيشيلوا صاحبهم ده وهيروحوا بيه ليسوع. طب يشيلوه ازاي؟ حطوه على زي سرير وشالوه هما الـ4 وراحوا بيه عند المكان اللي موجود فيه بابا يسوع. وأول لما وصلوا للمكان اللي موجود فيه بابا يسوع أو البيت اللي موجود فيه بابا يسوع، اتضايقوا جدا وزعلوا جدا. ليه اتضايقوا وزعلوا؟ اتضايقوا لأنه لقوا البيت أو المكان ده زحمة جدا وحوالين ناس كتيرة جدا، استحالة هيقدروا يدخلوا بصاحبهم التعبان اللي هم محتاجين إنه بابا يسوع يشفيه يدخلوا بيه ليسوع. هيدخلوا بيه ازاي والناس زحمة كده؟ لكن فكروا احنا هنعمل ايه هنعمل ايه. لغاية لما وصلوا الفكرة حلوة قوي. ايه هي الفكرة؟ طلعوا فوق سطح البيت اللي كان موجود فيه بابا يسوع وكشفوا السقف بتاعه ونزلوا ربطوا السرير بتاع صاحبهم المفلوج او المشلول اللي مش قادر يتحرك، ربطوه بالحبال ونزلوه قدام بابا يسوع. اول لما بابا يسوع شاف كده استغرب من قوة ايمانهم وفرح جدا وقال لصاحبهم المفلوج: مغفورة لك خطاياك، قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. تفتكروا المفلوج هيخف؟ فعلا صاحبهم المفلوج التعبان ده خف وقدر ان هو يمشي، وكل الناس اللي كانت موجودة في الوقت ده استغربت جدا من قوة الرب يسوع في شفاء المرضى مهما كان مرضهم. والمريض او المفلوج شكر الرب يسوع على شفائه وشكر كمان اصحابه على ان هم ساعدوه ان هو يوصل لبابا يسوع وشالوه لغاية بابا يسوع علشان يخف، ورجع بيته فرحان جدا. الآية بتاعت القصة بتاعت النهاردة: قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك. دي القصة بتاعت النهاردة.